السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هشرح ليكتشر 5 في الاتش بي سي. هنبدا نتكلم عن الكاش وشويه بوينتس تحت الكاش. طب ايه هو اصلا الكاش؟ ماشي، الكاش ده هو بافر بتوين سلو ميموري اند هاي سبيد ريجسترز. يعني ايه؟ انا دلوقتي انا عندي مشاكل قبل كده ان انا عشان اكسس حاجه في الميموري بيحصل ليتنسي. ايه هو الليتنسي؟ يعني انا اقول مثلا انا عايزه اكسس معلومه اكس مثلا اللي في الميموري، فعقبال لما تروح للميموري ويوصل لها ان انا عايزه اكسس اكس، وان اكس دي تبدا انها فعلا تتحرك من الميموري تيجي لي انا كريجستر، بيحصل تاخير من ساعه لما اطلب انا الحاجه وان الحاجه تجي لي. التاخير ده اسمه ليتنسي، تاخير حصل في الميموري. فانا عشان ما يبقاش عندي التاخير ده بعمل ايه؟ قال لك خلاص هستخدم كاش. الكاش ده هو اللي هي reduce the average time to access memory، هيقلل التايم اللي باكسس فيه الميموري. طب والكاش ده ازاي هيوصل للحاجات اللي جوه الميموري؟ من حاجه اسمها كاش لاين، a slice of actual memory cache line coded into the cache. يعني جزء من الميموري، حاجه صغيره سلايس من الميموري هتبقى جوه الكاش، دي اسمها الكاش لاينز اللي احنا شايفينها دي. الكاش لاينز دي اللي هتخلي الكاش ياكسس الميموري. طب تمام، هاكسسها فعلا، انا عايزه اكسس الكاش. دي اسمها read or write single process caching. read or write بيتشيك ايه بقى؟ في الكاش عندي ما بيبقاش عندي كل الميموري، انا بيبقى عندي جزء من الميموري، تمام؟ فانا عشان اكسس الحاجه جوه الكاش بيبقى ليها تاج. انت عايز تاكسس مثلا اكس، فالتاج بتاعها بواحد، فانت هتروح في الكاش تشوف التاج ده هل موجوده ولا انت لسه اصلا ما قرتهاش من الميموري. حته انها موجوده واتحطت كانت قراها قبل كده بالميموري وحطها جوه الكاش، هيحصل عندي حاجه اسمها كاش هيت. وفعلا في اللحظه دي بقدر ان انا اريد من الكاش المعلومه اللي هو اصلا قاريها في الميموري، او ان انا قريت على المعلومه دي، تمام. اذروايز بقى ان انا المعلومه دي اصلا ما كنتش قريتها من الميموري وحطيتها في الكاش، هي اصلا لسه ما اتقرتش، فانا محتاجه هقول كاش مس، انا مش عندي في الكاش، واروح اعمل لها مكان جديد بالوكيت ا نيو انتري، واروح اجيبها بين الميموري بجيت داتا فروم ميموري. بس بيبقى عندي ديلي اكسكيوشن، من عشان اعمل الخطوه دي انا متاخر عليك، انا بعمل مس وبيبقى عندي ديلي بسبب ان انا بروح اجيب اعمل نيو انتري واجيبها من ميموري واحطها في الكاش، فبيبقى عندي كاش مس ما لقيتهاش وديلي اكسكيوشن. طب تمام، في حته اللي حصل هيت على مدار البرنامج اللي انا مستخدماه في هيتس هتحصل، فانا عندي حاجه اسمها هيت ريت، هي البروبورشن، هي النسبه بتاعت الاكسسز ذات ريزلت ان ذا كاش هيت. انا عايزه اكسس كذا حاجه في البرنامج ده، فروحت ابص في الكاش لقيتها فعلا موجوده فحصل لها هيت، فالنسبه دي اسمها عندي هيت ريت. والنسبه في الاخر بتبقى نسبه مئويه، بتبقى في الاخر كانها واحد، عشان هقول لكم ليه كمان شويه. فاحنا لو اعتبرنا ان مثلا انا حصل لي شويه هيتس، نعتبر مثلا حصل لي 80% هيتس، يعني 8 من 10 مثلا، وحصل لي 20% مس، يعني 2 من 10. فانا كده لو ما عنديش اصلا نسبه المس، عندي ان انا عملت هيت 80% يعني 8 من 10، يبقى انا المس عندي هيبقى ايه؟ هيبقى 1 ماينس 8 من 10 اللي هو 2. فهو هنا في السلايد دي بيقول ان انا الهيت هي الداتا ان ذا كاش، الحاجه اللي موجوده في الكاش، والمس هي الحاجه اللي مش موجوده في الكاش اللي انا هروح اجيبها بالميموري، والهيت ريت اسمه اتش. فانا لو كنت معايا الاتش هقدر اجيب الام اللي هي الماس ريت من خلال 1 ماينس الاتش. فالرسمه دي بيقول ان انا عندي بروسيس فانكشن معينه عايزه داتا معينه، فراحت للكاش تقول له هات لي الداتا دي، الكاش عايز يروح يجيبها من الميموري، فاستخدم الكاش لاين وراح يشوفها في الميموري. في حته لقاها اصلا، في حته اصلا انا لقيتها في الكاش قبل ما اروح استخدم الميموري، يعني انا قبل كده كنت بحبلها شويه حاجات في الكاش فلقيتها في الكاش حصل هيت. طب ما لقيتهاش في الكاش ورحت اجيبها من الميموري حصل ماس، فده ايه؟ الماس ريت والهيت ريت. عشان امشي الافكتيفنس بتاعت الكاش بستخدم الهيت ريت. يعني والله انا حصل لي استخدمت مثلا برنامج ايه، برنامج ايه ده راح حصل عندي هيت 90%، واستخدمت برنامج تاني اسمه بي حصل هيت 20%، يبقى مين الاحسن؟ اكيد برنامج ايه اللي حصل له هيت ريت اكتر. فبالتالي انا بعرف الافكتيفنس بتاعت الكاش بتاعتي من خلال الايه، الهيت ريت بتاع البروجرام ده او الالجوريثم ده. ماشي، الكاش كوهيرنس، عندي حاجه اسمها كاش كوهيرنس، عندي كذا بروسيس عايز اجيب كذا حاجه وادي الميموري بتاعتي. كاش كوهيرنس نو اف وان بروسيس ابديتس الوكيشن ان شيرد ميموري all the other process know about the update. يعني انا لو غيرت كاش كوهيرنت ده
ده حاجة معناها تاني. لو كاش كوهيرنت ده كونسبت معناه ان انا لو عملت ابديت في لوكيشن جوه الشيرد ميموري، يعني ميموري كلنا شايفينها بنشوف التغير اللي بيحصل فيها، كل البروسيسز بروسيسورز اللي هم البيز دي اللي هي كل البروسيسورز بتعرف الابديت ده. والله انا غيرت وكتبت اكس، كل البروسيسورز هتعرف الاكس اللي كتبته. فده الكاش كوهيرنت. نيجي بقى عندنا حاجه كده اسمها كاش كوهيرنس مالتي بروسيسور سيستمز. بيقول اول حاجه ان الانتر كونكتس بروفايد بيزك ميكانيزم فور داتا ترانسفيرز. الانتر كونكتس اللي هي الروابط دي بتوفر ميكانيزم معين عشان انقل الداتا من الميموري للكاش. ما دلوقتي بدا فعلا ان انا بسكي حاجه في الكاش، تمام، كوبي من الميموري وغيرت فيها، فانا غيرت في الحاجه دي مش انا المفروض اروح اقضيتها في الميموري اللي انا اتغيرت؟ ففي في بيزك كده ميكانيزم ان انا عايزه اعمل داتا ترانسفير كده. طب ممكن اصلا يكون عندي تو كاش، تو مكانين في الكاش ليهم نفس الداتا فغيرت في واحده فيهم، طب التانيه هشوف التغير ده ولا لا؟ انا شيرد معناها انا بشوف الميموري، فلو التغير ده ما ضربش في الميموري انا مش هشوفه. هنشوفها في اكزامبل جاي. In the case of shared address space mechanism, additional hardware is required to coordinate access to data that might have multiple copies in the network. بيقول نفس اللي انا قلته، انا عندي جبت في الكاش كذا مالتيبل كوبي من حاجه في الميموري وبدا فعلا ان انا بغير حاجه فيهم، طب التانيين عايزين يشوفوا التغير ده والميموري عايزه تشوف التغير ده، فانا بحتاج عشان اعمل فعلا الموضوع ده بحتاج اديشنال هاردوير عشان اكوردينيت الاكسس، مين هيأكسس مين ومين هيشوف مين والحاجات دي كلها، فبحتاج اديشنال هاردوير. فحتى ما استخدمتش اديشنال هاردوير فانا بيبقى عندي ان فاليديت ابديت بروتوكول. ان فاليديت ابديت بروتوكول الحاجات دي مش فاليد، الحاجات دي هتبقى مش فاليد، في بروسيسورز مش هتبقى قاريها. طب في حال ان انا استخدمت فعلا الاديشنال هاردوير فانا عندي الهاردوير امبلمنتيشن هيكونوا ثلاثه اللي هم الاديشنال هاردوير. في حاجه اسمها ستوبي بروتوكول هناخد الحاجات دي على مدار المحرر، في حاجه اسمها دايركتري بيست سيستم، في حاجه اسمها ديستريبيوتد ديكشنري. يبقى انا عندي ثلاثه اللي هم السنوبي بروتوكول، الديكشنري بيست سيستمز، والديستريبيوتد ديكشنري. في سلايد دي بيبدا يقول بقى بيديني اكزامبل ايه واكزامبل بي، ده اكزامبل بي وده اكزامبل ايه. اكزامبل على الانفاليديت ابديت بروتوكول، واكزامبل على الابديت بروتوكول فور شيرد فاليبلز. فعلا عملت بروتوكول وابديت. فوالله لو انا فعلا مش بستخدم بروتوكول وكده فايه اللي حصل؟ جت اكس 1 وبي 1 وبي 2 بي 0 وبي 1 وادي الميموري فيها اكس بتيكوال 1، الاثنين واخدين نفس الكوبي من الميموري ان الاكس بتيكوال 1. حصل ان بي نود جت انا دخلت مثلا قلت للكاش هاتي لي التاج كذا، فهي راحت قالت لي خلاص ماشي خد بي نود، بي نود فيها فعلا اكس ايكوال 3 اكس ايكوال 1 فراحت معاها اكس ايكوال 1. انا بقى بعد ما قريتها وحصل هيت عايز اغير فيها خلي لي اكس ايكوال 3. هل الميموري شافت التغير؟ هل بي 1 شافت التغير ان اكس بتيكوال 3؟ لا، انا مش شغاله بهاردوير باديشنال هاردوير، فانا عندي كده ايه انفاليديت ابديت بروتوكول، ولا الميموري شافت التغير ولا البي 1 شافت التغير. فلو رحت قريت الفاليو بتاعت اكس هشوف الفاليو القديمه لو اكسست البي 1، تمام، فدي حاجه مش صح. طب في حاله ان انا الاثنين اخدوا من الميموري الاكس ايكوال 1 زي بالظبط فوق، احنا اخدنا اكس ايكوال 1 واكس ايكوال 1 وجت بي نود غيرت اكس ايكوال 3، لو انا عندي فعلا ابديت بروتوكول للشيرد فاريبلز ايه اللي هيحصل؟ اكس ايكوال 3 هتروح يحصل لها ابديت في الميموري. طب وانا شيرد يعني بي 1 هتشوف الابديت اللي حصل ده، فكلنا هيبقى فينا نفس الفاليو الصحيحه. فانا لو جيت اشوف اكس هشوف الفاليو فعلا النيو فاليو مش الاولد فاليو زي فوق. بيبدا يقول لي طيب انا عايزه اعمل لك كده كومباريزون بين الانفاليديت بروتوكول والابديت بروتوكول. انفاليديت بروتوكول اللي هو حصل في انهي اكزامبل؟ اكزامبل ايه؟ فايه اللي بيحصل في ان فيرست ابديت داتا از انفاليد نو مور ابديتس ار نيدد. فيرست ابديت حصل ان اكس بتيكوال 3 ما حصلش في بي 1 ولا ميموري، فما حصلش ايه؟ ما حصلش مور ابديتس، فبالتالي الداتا از انفاليد. فولس شيرنج ما حصلش شيرنج، انا عملتها دي الاثنين دول ما شافوش فما حصلش شيرنج. امبلمنتد باي موست مودرن بلاتفورمز اغلبيه المودرن بلاتفورمز بتستخدمها، وعيبها ان هي ايدلنج. يعني ايدلنج انا كسيستم مش هقدر استخدم ده ولا ده، في حاجات مش هقدر استخدمها فهم بالنسبه لي ما بعملش حاجه، يعني ما بعملش حاجه بالنسبه لهم. لكن بقى بالنسبه لي الابديت بروتوكول، الابديت بروتوكول whenever a data item is written all copies are updated. اي data item is written equal 3 كلهم حصل لهم ابديت. تاني حاجه انها overhead if a process needs a value reads a value once and does not read it again. طب انا دلوقتي انا رحت غيرت قيمه x equal 3 في كلهم،
حصل ان انا قريت بس اكس ايكوال 3 مره واحده. طب ما ده اوفر هيد. ليه اوفر هيد؟ لان انا اضطريت، يعني مثلا بلاش نقول ان بي نوت وبي 1 هما ليهم فاليو واحده، نقول مثلا انا اخدت كوبي من الميموري 20 كوبي وغيرت في واحده فيهم فكلهم سمعوا التغير ده، فرحت غيرت في الميموري اللي خليت كلهم يسمعوا التغير ده، يسمعوا التغير. فحصل كام نسخه، نسخه حصل لها ابديت 20 نسخه. جيت انا بروسيسور انا عايزه اقراها مره واحده، قريتها مره واحده وعملت 20 ابديت. حرام يعني، حرام الوقت اللي انا هعمل فيه الابديت ده. يعني ابديت ده كده اوفر هيد عليا، يعني بعد كده سوري ان انا قلت حرام، قصدي ان هيبقى اوفر هيد عليا، علشان انا ليه اغير كل دول طالما هقراها مره واحده؟ فهي دي مشكله الابديت بروتوكول، هغير كل دول هقراها مره واحده. يعني مثلا لو كل مره عندي مثلا 40 نسخه او 20 نسخه وهقراهم مره واحده، اروح اعمل لكم ابديت، تخيل بقى الوقت اللي هقعد افضل اعمل فيه ابديت لكل النسخ دي، وفي الاخر هقراها مره واحده، فده اوفر هيد. تمام، فهو ده الابديت بروتوكول اللي بيغير في كله وبيسمع بس عنده اوفر هيد، وده الانفاليديت بروتوكول اللي مش بيغير في كله والداتا ما بتبقاش فاليد، بيبقى يحصل فيه فولس شيرنج وبي امبلمنتد باي مودرن بلاتفورمز بس عنده الايدلينج. تمام، بعد كده بقى طب طالما انفاليديت بروتوكول هو فيه الحاجات دي كلها، ليه هو امبلمنتد باي موست مودرن بلاتفورم؟ هبدأ بقى ان احنا نشرح ايه هو الفولس شيرنج في السلايدز اللي جايه. الفولس شيرنج زي ما قلت ان انا هاخد قيمه غلط بعد ما يحصل اول ابديت، بس في حاجه بقى جديده هنعرفها هنا. اول حاجه الفولس شيرنج بي هابنز وين ديفرنت بروسيسور ابديت ديفرنت بارت اوف سيم كاش لاين. يعني ايه؟ اكيد مش هيحصل لو انا بس عملت، يعني مش يعني ايه بمعنى اصح، انا عندي قيمه اكس في الميموري، لو بروسيسور واحد بس هو اللي اخد قيمه اكس، هل لو غير فيها هيحصل مشكله؟ انا عمري ما هقرا اكس غير من بروسيسور واحد، يعني الوحيد اللي شايلها. لكن امتى بيحصل مشاكل؟ لو اكتر من بروسيسورز واخده قيمه اكس. فبيقول ان الفولس شيرنج بيحصل لما ديفرنت بروسيسور بيابديت ديفرنت بورتس اوف ذا سيم كاش لاين. لما بعمل ابديت لبورت من الكاش لاين بس، يعني كذا بروسيسور شايل البورت ده. تو ووردز ذات ار نوت شيرد however they lie on the same cache line invalidate the cache line forces a memory update to maintain cache coherency. ايه اللي بيحصل؟ انا جيت كبروسيسور مثلا سي بي يو 0 واخدت البارت دي من الميموري، سي بي يو 1 اخد البارت دي من الميموري، بس انا غيرت على على الفاليو دي، فده معناها ان سي بي يو 1 واخد دلوقتي الفاليو مش صح، واخد الاولد فاليو. فبيحصل بعد كده ان الميموري ده اول مره هي انفاليديت، بتحصل ان يحصل انفاليديت ذا كاش لاين، الكاش لاين اللي جايب لي الداتا دي انت مش انفاليد دلوقتي، فبروح افورس الميموري انها تمنتين كاش كوهيرنسي. كاش كوهيرنسي انك انت المفروض كوهيرنسي ان كل الناس اللي واخده مني حاجه شايفه التغيير اللي بيحصل فيها، فلما افورس الميموري انها تمنتين كاش كوهيرنسي ده معناه انها تاخد القيمه الجديده اللي حصلت في سي بي يو 0 وهتروح مدياها للسي بي يوز، لما يعني مثلا سي بي يو 1 يعوز يقراها، لا انت خلاص هتاخدي فاليو جديده. فبيحصل عندي كاش لاين بينج بونج between various PEs، بيحصل بينج بونج ما بين ال PEs. فهنا بيقول يعني ان threads 0 and 1 require variables that are adjacent in memory and reside in the same cache line، يعني ان هما بيقروا نفس الحاجة. طب ال invalidate update protocol ده بيحصل ازاي؟ احنا هنا كنا بنتكلم على false sharing، في بقى اللي هو البروتوكول اللي احنا قلنا عليه اللي هو invalidate protocol. حصل فولس شيرنج، امال البروتوكول ده بيشتغل ازاي؟ ليه الناس بتستخدمه؟ بيشتغل كالتالي، ان each copy of a data item is associated with a state. انا اخدت، انا كبروسيسور 1 وانت كبروسيسور 0 اخدت ايه؟ كوبي من الميموري، لازم يبقى عندي ستيت، يعني هل الكوبي دي هي شيرد ولا انفاليد ولا ديرتي، دول ثلاثه ستيت هناخدهم وانا باخدها لازم يبقى عندي الستيت بتاعتها، والميموري ذات نفسها بيبقى عندها الستيت بتاعتها، هل انا شيرد ولا انفاليد ولا ديرتي. initial variable x resides in global memory، انا الفاريبل اللي انا اخدته وعملت له كوبي وانت عملت له كوبي كان فاريبل اسمه x، ده كان موجود في global memory. processor loses the variable والستيت اوف variable بتبقى شيرد. في الاول خالص الفاريبل ده في الميموري بيبقى ديرتي. يعني ايه ديرتي؟ يعني ما احنا لو جينا نقرا الفاريبل ده هنقراه من الميموري، المكان الوحيد اللي هنضطر نقراه هو الميموري، اول لما انا بشيره او انت تشيره يبقى كده حصل له شيرنج، فبقى الفاليو ده اسمه شيرد، كلنا شايفينه شيرد. There are multiple valid copies of the data item and therefore an invalid would have
to be generated on an update. لما ابدا ان انا كنادين ك سي بي يو بروسيسور 0 او انت ك سي بي يو 1 عملت ابديت على الفاليو دي, ايه اللي هيحصل؟ ان كده الفاليو دي انفاليد. يعني انا عملت ابديت على اكس بقت اكس بلس 1, هل انت شايف الابديت ده؟ هل الميموري شايفه الابديت ده؟ لا. يبقى انتوا الاثنين هتكونوا انفاليد, وانا هبقى السي بي يو, لا السي بي يو اللي حاطط فيه حاجه هيبقى ديرتي. ليه ديرتي؟ ديرتي معناها ان اي حد فيكم لو عايز يقرا هيقرا من عندي, مش هيقرا اللي في الميموري. الميموري ده انفاليد وانت انفاليد. Hence when a processor P0 executes stored on the variable it marks all other values are as invalid. يعني انا لو عملت execute همارك الباقيين invalid. Also it must mark its own value as modified dirty, وانا الفاليو بتاعتي هتبقى ساعتها dirty. To ensure, ليه بعملها dirty؟ To ensure all other processors take the value from P0 not memory, عشان اي processor تاني ياخد مني ما ياخدش من الميموري. Again if P1 wants the variable, طب انا اهو انا P0, لو P1 عايز الفاليبل انا اللي هجيب الفاليبل to P1 وهابديت الميموري وهروح اقول للميموري ميموري شوفي الفاليو الجديده, عشان بقى اي بروسيسور تاني بعد كده عايز يشوفها يشوف الفاليو الجديده. And return the state of a variable again to shared. وساعتها لما الميموري يبقى فيها الفاليو الجديده الفاليو دي هتبقى ايه؟ شيرد, كلنا هنبقى شايفينها لان احنا عملنا لها شيرد. فهنا كان رسمه بيقول فيها الستيت دايجرام اوف ا سمبل 3 ستيت كوهيرنس بروتوكول. انت بيبقى شيرد وديرتي وانفاليد, بس عشان ما تتلخبطوش خليكم فاكرين انا قلته, بس ممكن تبصوا على الرسمه. سول لاينز هي دي بروسيسورز اكشنز, اللي هي اللاينز دي بتبقى هي دي بروسيسور اكشنز. طب لو انا عايزه كوهيرنس اكشنز الحاجات يعني تبقى شيرد او ديرتي والانفاليد والحاجات دي, فهي دي اللي هي الداش لاينز. بعد كده بيجي بقى المسائل اللي بتيجي عليها. بتيجي المساله ازاي؟ لو مسألة وحلها. انا بروسيسور, قلت انا بروسيسور مثلا 0 وانت بروسيسور 1 وادي الميموري, فادي بروسيسور 0 بروسيسور 1 وادي الميموري. امال ليه بروسيسورز متعادين مرتين؟ انا الانستراكشن اللي انا عايز اعملها اريد ابلاس على الفاريبل اعمل اي حاجه, فلازم اعمل خانتين للانستراكشن, خانه للبروسيسور 0 وخانه للبروسيسور 1. لو عندي اكتر من بروسيسور بعمل على عدد البروسيسورز. طب امال الخانه الثانيه لنفس البروسيسورز دي بتبقى ايه؟ الفاريبل بقى اللي قريته. يعني الخانه الثانيه دي تعتبر كانها الكاش بتاعه كل ايه, بتاعه كل بروسيسور. الفاريبل دلوقتي بقى بكام؟ انا عملت عليها ريد فبقت بكام. طب انا عملت عليها انستراكشن بلس اديشن بقت بكام؟ تمام. وهنا الفاريبل اللي بيبقى في الميموري, الميموري بيحصل ما فيهاش انستراكشن, هي مش بروسيسور بتعمل انستراكشنز, هي بس داتا. تمام. فالجزء بتاع الانستراكشن بنسميه انستراكشن ات البروسيسور دي, الجزء بتاع الداتا بتاعه الانستراكشن بنسميه فاريبلز اند ذير ستاتوس اند ذير ستيتس, اللي عشان بكتب في الحته دي الستيتس بتاعتهم الستيت شيرد ولا مش شيرد وكده. وهنا الجزء بتاع الميموري اللي هو فاريبل, الفاريبل بتاع الميموري اند ذير ستيتس ان جلوبال ميموري. طب ايه اللي بيحصل في الاول خالص؟ بيبقى فيه خانه فاضيه, انا لسه ما عملتش اي انستراكشنز, لازم الميموري في الاول يبقى هي اللي فيها الداتا بس. فكتبت ان انا عندي في الميموري اكس بتيكوال 5 وواي بتيكوال 12, وفي الاول خالص انا عايزه كله يشوف من عندي, فببقى الفاريبل بتاعت الميموري دي 30. تمام. بعد كده بدا يحصل الخانه اللي بعديها, ببدا ان انا قلت ايه, عملت ايه ريد لاكس وعملت ريد لواي. تمام. ما اللي انا اعرفه ان انا ما بكتبش اكتر من انستراكشن في نفس اللاين. يعني لو عملت ده ان هو رو ما ينفعش اخلي مثلا بروسيسور 0 يعمل ريد للاكس وكذا 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 في نفس الرو, لا انا بمشي رو كل واحد بيبقى عنده انستراكشن واحده بس, وبعد كده بدخل على الرو اللي بعدي. فانا عندي في الرو ده انستراكشن واحده بس للبروسيسور 0 ان ريد اكس, وانستراكشن للبروسيسور 1 ان ريد واي. مين اللي عملت الاول؟ اللي كانت فوقيها ريد اكس دي هتلاقوها فوق ريد واي بسطر واحد. فهخلي ريد اكس الاول اكس ب 5 واخلي الواي اللي تحتها على طول واي ب 12. طب هو دلوقتي مش انا عملت لهم شير من الميموري والميموري هي اللي كان عندها ديرتي, فهم الستاتوس بتاعتهم هتكون شير والميموري هتتحول لشير. خلاص انا حصل ان حد عمل شير مني فبقيت شير. اللاين اللي بعديها ان كانت البروسيسور 0 عايزه تعمل الاول ان اكس بتيكوال اكس بلس 1, وبعد كده بروسيسور 1 عايز تعمل ان واي بتيكوال واي بلس 1. فايه اللي هيحصل؟ انا الاكس كان فيها ب 5 بقت ب 6. هل الستة دي شايفاها الميموري؟ لسه مش شايفاها. فانا اللي هبقى الفاليو بتاعتي ديرتي والميموري هتبقى الفاليو بتاعتها انفاليد. طب الواي خلي بقت واي بلس 1 بقت ب 13 بدل 12 بقت ب 13 وبقت ديرتي والميموري هتبقى انفاليد. ليه؟ عشان لو اي حد عايز يشوف يشوف مني ما يشوفش من الميموري. بعد كده في الرو الثالث ان حصل ان انستراكشن 0 كانت عايزه تريد الواي اللي هو جوه انستراكشن 1 وجوه بروسيسور 1, وبروسيسور 1 عايز يقرا الاكس اللي كانت حصل لها تغيير جوه بروسيسور 0. فاللي هيحصل ان فعلا ان هيجي انا هريد الواي, فالواي هتبقى بالقيمه اللي هنا
عشان انا هبص على هنا بس عشان هي الوحيده اللي عندها ديرتي، فهتبقى ب 13 وهتبقى شيرد. خلاص انا خلاص طالما انا اخدت الفاليو اللي هنا هتبقى شيرد وهتتحط في كلهم، هتتحط في الميموري وهتبقى شيرد وهتتحط في هنا وهتبقى شيرد. حصل ان انا عملت ريد الاكس، هاخد الاكس القيمه اللي كانت هنا اللي هي ب6 وهتبقى شيرد هنا وهتبقى شيرد في كله. تمام. بعد كده حصل ان انا كبروسيسور 0 عايز اعمل انستراكشن، وانت كبروسيسور 1 عايز تعمل انستراكشن. هنروح نعمل الانستراكشن دي، نجمع اكس بلس واي واكس بلس واي، وهيبقى حصل الانستراكشن دي في البروسيسور 0 فهتبقى ديرتي والميموري هتبقى انفاليد والثانيه هتبقى انفاليد، وحصل الانستراكشن دي في البروسيسور 1 فهتبقى ديرتي ودي هتبقى انفاليد ودي هتبقى انفاليد. بعد كده عملت انستراكشن ثانيه، لما اجي اقرا هقرا من الحاجات اللي فيها ديرتي، اللي هي هقرا من بروسيسور 0 هقرا من بروسيسور 1، لو عايز اقرا الاكس من بروسيسور 0 ولو عايز اقرا الواي هقرا من بروسيسور 1. فعايز اعمل اكس بلس 1 هروح اشوف هي كانت ديرتي عند مين. بروسيسور 0 كانت ب 19، يبقى 19 بلس 1 ب 20، هخليها بديرتي هنا. واحنا قلنا ان اخر حاجه في الميموري كانت انفاليد، خلاص طالما انا عندي ديرتي يبقى اللي في الميموري ده انفاليد. وهنا واي بتيكوال واي بلس 1، مين اللي كان عنده ديرتي؟ كانت بروسيسور 1، فهاخد 19 وازود عليها 1 بقت ب 20، بقت ديرتي وبرده اللي في الميموري ده انفاليد. بتيجي بقى المساله ازاي؟ ازاي ان انا بعمل الكلام ده كله؟ هو بيديك في المساله الاكس والواي، او مثلا يسميه A وB، يديك قيم وبيقول لك انا عندي كام بروسيسور، عندي بروسيسور مثلا كيو وكذا. هنشوف الاكزامبل بعد كده. ايه بقى ان انت تملى هنا؟ تملى هنا مثلا، تعال نشوف على الاكزامبل. هو بس بيقول هنا ان ده اكزامبل اوف بارلل بروجرام اكسكيوتنج وذ سمبل 3 ستيت كوهيرنس بروتوكول. 3 ستيت ممكن يبقى اسمه 3 ستيت، او بيجي يقول لك ايه ان انا شغاله انفاليد ابديت بروتوكول 3 ستيت، عشان اللي هي الشيرد والانفاليد والديرتي، او ان هي ايه invalid update protocol. الاكزامبل بيجي ازاي وبنحله؟ بنحله بنفس الطريقه دي عشان دكتور مش حلاه، يعني انت ممكن تجربوا تحلوه فرقه. بيجي كده بيجي ازاي؟ بيجي ان هو بيجي يقول لك ايه بتيكوال 3 وبي بتيكوال 7، دول مين؟ دول الداتا اللي هتبقى في الميموري اللي هتحطها هنا. وبعد كده بيجي يقول لك ان البي وكيو، اتكلم بس عن بروسيسور بي واتكلم عن بروسيسور كيو، يبقى البي والكيو دول اللي هم البروسيسور 0 والبروسيسور 1. انت ممكن تكتب بروسيسور 0 بروسيسور 1 وتحط مثلا في اقواس ان ده البي وده الكيو وتمشي على اساس ده. تمام، عملت اول لاين وكتبت الميموري الداتا اللي جوه الميموري. نبدا بقى على الانستراكشنز. الانستراكشنز اهي بيقول ان البي بيريدز ايه، بيريدز قيمه ايه، من الكيو بيريدز البي. خلاص انا هبدا اكتب اول تو انستراكشنز زي ما هو كتب هنا، ان البي بيريدز كذا وده بيريدز كذا، وابدا ان انا امشي على نفس الخطوات. بعد كده بيقول ان الكيو بيريدز البي والكيو بيريدز البي ايكوال 10، فلازم انفذ واحده بس لان دول انا نفس الريجسترز، فانا انفذ واحده بس. فاجي هنا اكتب مثلا ان الكيو في تاني لاين ان الكيو بيريد كذا، واروح كاتبه القيمه بتاعته. بعد كده كيو بيريدز بي ابديتس بي ايكوال 10، برده دي هتبقى في رول وحدها، كيو بي ابديتس البي 10. يعني هاجي هنا واكتب الانستراكشن هنا جديده ان البي بتيكوال 10 واحل. بعد كده بقول ان الكيو بيريدز ايه وبي بيريدز بي، دول تو ريجسترز مختلفين ممكن اعملهم في نفس الرول. الاول حاجه ان الكيو بيريدز ايه وبعد كده البي بيريدز بي، يعني هكتب مثلا كيو هنا والبي هنا بس في نفس الرول واكمل. بعد كده بيقول ان الكيو بي ابديتس ايه بتيكوال 15 والبي بي ابديتس ايه بتيكوال 20. هكتب السطرين دول ان ايه بتيكوال 15 بتيكوال 20 في الريجسترز في نفس ايه في البروسيسورز في نفس اللاين، بس دي هتبقى قبل دي لان 6 عملت قبل 7. بعد كده في اخر لاين بقى بقول ان الكيو بيريدز ايه، باجي كده في اخر لاين عندي واكتب انستراكشن واحده ان الكيو بيريدز ايه، يعني هكتب ان انا بريد ايه وبعد كده ببدا احط القيم. تمام، هي هتتحل زي اللي قبليها، حاولوا تحلوها بنفسكم وان شاء الله هتحلوها صح. بعد كده بيجي هنا بقى عن الهاردوير امبلمنتيشنز، ان انا عندي فاريتي اوف هاردوير ميكانيزمز. احنا اخدنا اول حاجه، يعني متنسوش ان احنا كان في سلايد فوق احنا قلنا ان احنا عندنا انفاليديت ابديت بروتوكول، يا اما عندي الهاردوير امبلمنتيشن اللي هتساعدني في ان انا اكوردينيت الاكسس بتاع الميموري، يعني الكاش يأكسس الميموري. فانا عندي فاريتي اوف هاردوير ميكانيزمز. ايه هما الهاردوير ميكانيزمز دول؟ اللي هو السنوبي سكيماز، عندي دايركتري بيست سيستمز وعندي ديستريبيوتد دايركتري سيستمز. فبيبدا بقى ان هو يبدا واحده واحده ويشرحهم. اول حاجه اللي هي السنوبي كاش سيستمز، هو عباره عن ايه بقى السنوبي كاش سيستم؟ هو عباره بيقول ان السنوبي بروتوكولز ار بيست اون واتشينج باس اكتيفيتيز اند كاري اوت ذا ابروبريت coherency commands when necessary. انا بوتش الباس بتاعي الاكتيفيتي اللي هتحصل، الباس يعني اللي هو ازاي بتتنقل الداتا وكده، فبشوف ازاي بتتنقل. تمام، ومن خلال وانا بشوف ازاي بتتنقل
ببدأ ان انا اعمل يعني بكاري اوت ال appropriate currency commands، مين ال commands اللي فعلا هيحصل ان هي دي اللي هتتعمل. globally memory is moved in blocks، بيحصل ان في السنوبي كاش ان انا بنقل ال global memory ل blocks، وال blocks دي ليها state، يعني كل block ليها state، والستيت دي بتدترماين وات هابنز تو ذا انتاير كونتنت اوف ذا بلوك، يعني على حسب الستيت بتاع البلوك انا ببقى عارفه انا هعمل ايه في البلوك دي. يبقى الميموري بتتنقل في بلوكس والبلوكس ليها ستيت، وعلى حسب الستيت انا بشوف انا هعمل ايه. الستيت دي بقى بتبقى مختلفه عن اللي احنا اخدناه قبل كده، مش مختلفه يعني، هو في الستيتس اللي احنا اخدناها هتتعمل على البيتس، اما الستيتس الجديده دي بتتعمل على البلوكس. ايه هي اللي بتتعمل على البلوكس؟ اللي بتتعمل على البلوكس اللي هي ريد مس ريد هيد رايت مس رايت هيد. هل انا عملت ريد بس انت بتقولي لا مش دلوقتي انت حصل لك مس، ولا هل انا عملت ريد وانت قلت لي خلاص اتفضل اقرا، ولا انا عملت رايت وانت قلت لي لا مش دلوقتي، ولا انا عملت رايت وقلت لي اتفضل اكتب. دي اللي بيحصل على البلوكس، لان احنا هنعمل اللي احنا اخدناهم قبل كده على البادز وهنعمل دول على البلوكس، هنفهم اكتر واحنا ماشيين. دلوقتي بيقول لي ان ادي دي البلوكس، انا اعتبر ان الميموري تحت تمام، هنشوفها كمان شويه، وانا عايزه اخد كوبي من الميموري فبحطه جوه الميموري دي كلها بحطها عندي في الكاش تمام. ودايما بيبقى الكاش ده ليه تاجز، كل بات ليها التاجز. التاجز بقى اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي الديرتي والشيرد والانفاليد تمام، لكن البلوك كله بيبقى ليه اللي هي الستيتس اللي هي بتاعت ريد هات ريد ماس رايت هات رايت ماس تمام، وببدأ انفذ عليه اللي هو سنوبي هاردوير. احنا قلنا الهاردويرز منها السنوبي تمام، فالسنوب هاردوير ببدا انفذه على البلوك دي. فايتش بروسيسور كاشز هاز ا سيت اوف تاكس بيست، يعني تاكس بيست اللي هي الشيرد والحاجات دي على البيتس اللي بتبقى جوه الكاش، لكن الكاش كله بيبقى ليه ستيت اللي هو الكاش بلوك. بروسيسورز كونتينيوسلي سنوب ان ادرس بوس، البروسيسور ده كل شويه بيروح يشوف بيعمل سنوب على الادرس بوس. يعني انا بمعنى اصح ايه، انا دلوقتي عشان اعرف الستيت بتاعه البلوك بيبقى عندي ان بيبقى الميموري هنا تمام، فانا عشان اشوف الميموري وكده بيبقى فيه باس هنا، الباص اللي بيقول لي كل شويه هل الستيت دي ريد هات ريد ماس رايت هات رايت ماس تمام. فكنا لازم البروسيسور ده هو كل شويه يشوف ايه الستيت بتاعه البلوك عشان يشوف هو هيعمل ايه. اف ان الادرس ماتشز تاج، الادرس يعني انا البروسيسور ده هو ده التاج بتاعه، فاذا حصل ماتش ايذر انفاليد اور ابديت، يعني يحصل عندي انفاليد اللي هو ريد ماس مثلا، يا اما ابديت ان انا مثلا اهيت تمام ريد هات او رايت هات. When snoop hardware detected that a write operation has been issued on a cache block that it has a copy of, it invalidates the block. لما يعني السنوب هاردوير بيبدا ان هو يديتكت ان في رايت اوبريشن، والرايت اوبريشن دي هاز بين ايشد ان ا كاش بلوك، وان الرايت دي على الكاش بلوك مثلا اكزامبل ده ذات ات هاز ا كوبي اوف اوف، يعني ما انا عندي دلوقتي كوبي من الميموري في الكاش، ات انفاليديت ذا بلوك، بيبدا ان هو يعمل انفاليديت للبلوك. هنفهم اكتر على الاكزامبل تمام. الجزء ده لو ما تفهمش قوي يعني بص عليه تاني، لان ممكن يتفهم بسرعه ممكن لا يعني تمام. فنكمل. How are invalidates sent to the right processor؟ ازاي ال invalidates يعني انا دلوقتي حصل مس، ما انا عايز اقول او invalid معين هيروح للبروسيسور الصح. There is a broadcast media that listens to all invalidates and read request and perform appropriate coherence operation locally. في عندي بيكون في broadcast media، البرودكاست ميديا اي ثينك ان هو قصده على الباص، يعني الباص اللي هو بيبقى هنا ده الباص يا جماعه، الباص ده ودي الميموري ودي البلوكس بتاعت الكاشز وجواها بيتس تمام. فهو بيبقى فيه باص معين هو ده اللي بيشوف الريكوست وبيبدا ان هو بيرفورم الكوهيرنس اوبريشنز، الكوهيرنس اوبريشنز اللي بيبقوا كلهم شايفينها على ال لوكلي. لوكلي يعني مثلا هتحصل على دي او دي، لوكلي قصده على الكاش ذات نفسه مش على الميموري. اوكي هيتفهم الدنيا فكملوا ان شاء الله تبقى كويسه. سنوب كاش سيستم وانس كوبيز اوف داتا ار تاج ديرتي اول سبسيكوينت اوبريشنز كان بي برفورمد لوكلي اون ذا كاش وذاوت جنريتنج اكسترنال ترافيك. اول لما اقول ان الداتا دي هي ديرتي فكل الاوبريشن اللي حصلت قبل كده بتتنفذ على بتتنفذ على الكاش ذات نفسه without generating external traffic.
external traffic، يعني مش بضطر ان انا اروح اشوف الميموري، لا انا ببدا انفذ فعلا اول لما هي تبقى ديرتي بنفذ على الكاش ذات نفسه، البلوك اوف كاش. if ان الداتا ايتم از ريد باي نمبر اوف بروسيسورز، يعني انا كداتا ايتم بدات اقرا ان يعني الداتا دي قريتها كذا بروسيسور، بروسيسور 0 1 2 وكده، it transitions to the shared state in the cache and all subsequent read operations become local. فالحاجات دي بتبدا انها تبقى shared state في الكاش، وكل الاوبريشنز اللي قبل كده بتبدا انها تبقى لوكال. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها بوتل نيك. بوتل نيك اللي هو ايه؟ اف بروسيسورز ريد اند ابديت داتا ات ذا سيم تايم، لو انا عندي اكتر من بروسيسور بدات انها تريد، قريت مثلا قيمه الاكس وبدات ان انا اعمل ابديت بس عملناه في نفس اللحظه، دي جنريت كوهيرنس ريكويست اون ذا باس، فبتبدا انها تقول للباص اعمل لي كذا، ابديت الفاليو دي في الميموري. طب ما ده احنا الاثنين عايزين ابديت في نفس اللحظه، ايه اللي هيحصل؟ which is ultimately bandwidth limited. طبعا دي هتبقى مشكله. ليه؟ لان انا عندي bandwidth معين، يعني عندي مساحه معينه انا اقدر اخدها اوديها للميموري اللي هي مساحه حاجه واحده، مش ان انتوا الاثنين تبقوا عايزين نفس الحاجه، فده بيسبب لي بوتل نيك، اختناق، انا مش عارفه انفذ دي ولا انفذ دي، هما داخلين لي في نفس الوقت. تمام. هنبدا بقى نفهم السنوبي كاش في السلايدز اللي جايه، اكزامبل عليها حوالي كذا سلايد، وهي الدنيا هتسهل لكم جدا. تمام. يلا السنوبي كاش سيستم ده اول اكزامبل. تمام. ده اللي هنمشي معاه. اول حاجه انا عندي ايه دلوقتي؟ هي الميموري، والميموري جواها الستيتس اللي احنا اخدناهم قبل كده، اللي هي الفاليد والشير والديرتي، نفس اللي احنا اخدناهم. يعني طبعا انت فهمت اللي فات هتفهم ده ان شاء الله، وحتى ما فهمتش اللي فات ان شاء الله هتفهم ده. نكمل. بعد كده عندي الاصفر ده اللي هو الباس، وعندي كل بروسيس، كل بروسيسور بيكون ليه البلوك اوف كاش، والكاش جواه البيتس بتاعته وليها تاجز، وهنا السنوب هاردوير متنفذ على كل بروسيسور. ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا قلنا ان جوه هنا او هنا هيكون الستات اللي اخدناهم قبل كده، هي انفاليد والشيرد والديرتي، اللي على البلوك ده هو دي الستات اللي احنا اخدناها دلوقتي، يعني اللي هيمشي من البروسيسور هيقراه، هيقرا الحاجات اللي على الباص. هل انا دلوقتي ريد نست، ريد هات، رايت هات، رايت نست؟ تعال ناخد نكمل. بي نود جت تطلب انها تقرا اكس، فانا دلوقتي عايزه اقرا اكس، يعني عايزه اريد اللي جوه الميموري. فايه اللي جوه الميموري في الاول خالص؟ زي ما كنا بنعمل قبل كده، ان احنا بنقول ان اول لما بكتب حاجه في الميموري بتكون هي الديرتي، لان انا لسه ما فيش اي حد شايفها، وطالما ديرتي يعني معناها ان هي المكان الوحيد اللي بشوف منه الحاجه دي. فانا عندي 110 دي ديرتي، دي قيمه الاكس 110 ديرتي، يبقى انا فعلا هاخدها من الميموري. فهيحصل ان انا اريد اكس، هيحصل بعد كده ايه؟ هيحصل ان ريد هيت. ايوه اتفضل اقراها، مفيش مشكله، اصلا هي المكان كده الوحيد وهي ديرتي. فخلاص طالما هي ريد هيت، ايه اللي هيحصل؟ هتتنقل في بروسيس 0، هيتنقل ال 110 وان دي قيمه الاكس، وهتبقى شيرد هنا وشيرد هنا، خلاص ما بقتش ديرتي بقت شيرد، بقى حد عارف يشوفها. طب انا بعد كده حصل ان بي نوت بتاسك انها ترايت الاكس، انا كبي نوت عايزه ارايت الاكس، يعني عندي الاكس هنا 110، محدش يقول دي نفس القيمه وكده، امشي معايا، انا عايزه ارايت القيمه دي جوه الميموري. ايه اللي هيحصل هنا؟ هيجي يقول لي رايت مس، اول مره هيقول لي مس، انت شيرد وهي شيرد. امال امتى يبقى هات؟ لو انا خليت الميموري هي الانفاليد وانا الديرتي، فايه اللي يحصل؟ ان انا فعلا اقدر اكتب عليكي، يبقى لازم علشان اكتب الميموري دي احولها من شيرد لانفاليد، انت خلاص ما بقتيش انفاليد، انا اللي هكتب عليكي، فانا اللي هبقى الدي الديرتي. تمام. فهيحصل رايت هات، وهتبقى بعد كده ايه اللي هيحصل؟ رايت هات معناها ان انا كتبت، هو اصلا يعني هو ما كانش قصده لما جه يرايت هنا ان هو عايز يرايت في الميموري، هو عايز يرايت القيمه اللي في الكاش بتاعته. فطالما هو هيرايت القيمه اللي في الكاش بالعقل كده، طالما هو اللي هيرايت القيمه اللي في الكاش، يبقى الميموري القيمه اللي فيها تبقى غلط، فعشان كده راح حصل مس في الاول، انا شيرد وانت شيرد، ما تقدرش تكتب، لازم انا ابقى اكون انفاليد عشان انت تكتب، والنيو فاليو اللي فيك يتقري منك، لان احنا قلنا لما بتبقى ديرتي انا اي مكان تاني هيقرا مني، لان هو عارف ان القيمه اللي في الميموري مش صح. فده اللي هيحصل، ان الميموري هخليها انفاليد، طالما خليتها انفاليد هعمل رايت هات، وفعلا هبدا ارايت، ازاي هرايت؟ هخلي دي بديرتي. بعد كده هيحصل ان هو بيقول لك طب انا اكس عايزه تقرا دي انفاليد ودي ديرتي، هل انا اقدر اقرا من الميموري؟ لا، طالما الميموري انفاليد يبقى انا ما اقدرش اقرا منها، لازم تكون الميموري دي ديرتي او شيلد عشان اقرا منها. فهيجي هنا يحصل ايه؟ طالما مش هينفع هيحصل هيت، قصدي هيحصل مس، فهيحصل فعلا ريد مس، انا مش هتقدر. فعشان انا يحصل هات انا عايزاه يبقى هات، فلازم الميموري دي تبقى شيرد او ديرتي،
ففعلا هتروح تشير القيمه اللي هنا، فهتتحول هنا لشيرد وهيبقى فيها نفس القيمه اللي هو 110. تمام، حصل ان فيها نفس القيمه اللي هي 110. اللي هيحصل بعد كده، هيحصل ان انا فعلا اقدر اريد، فهروح اريد تاني. خلاص انت بقيت شيرد، هريد تاني. فخلاص طالما هي شيرد انا كده اقدر اقراها. فهو هنا بيقول يعني علشان فعلا اروح اقراها we need to have it shared at B note and in memory، لازم تبقى شيرد هنا وهنا، يعني لازم كانت قبل كده. اهو انا جيت اطلب ان انا عايزه اريد اكس، هنا كانت ديرتي وهنا كانت invalid، لازم هنا تبقى شيرد وهنا تبقى ان شيرد، تبقى شيرد. فايه اللي هيحصل فعلا؟ هيجي هنا هتتحول لشيرد وهنا هتتحول لشيرد، وهقرا الفاليو اللي جوه البي نوت، فهي كانت 110 فهتتحط 110 زي ما هي. فكده بقى عندي، هروح كاتبه فوق يعني وانا بمشي بعمل ايه. اول حاجه هنا قلت ريد اكس، بعد كده قلت ريد مس، بعد كده انا لازم يبقوا شيرد، فهقول هتبقى شيرد قيمه اللي هي 110 ودي هتبقى نيو اكس، فهتحط هنا شيرد و110. بعد كده هبدا اريد اكس، هقول له خلاص يبقى ريد اكس تاني بقى بعد ما خليتها شيرد. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ ان هي هنا هتبقى هنا هقدر اعمل فعلا ريد هيد، فكده بقى معايا قيمه الاكس الجديده اللي هي 110. فهو هنا بيقول نفس الكلام، it will be transferred to the memory and make s at the memory، يعني بخليها shared في الميموري وبحط القيمه اللي هنا هنا. وبعد كده it will be shared at b note و p1 can read it، نفس الكلام اللي احنا قلناه. تمام، هنمشي عليه سريعا في الاخر برضو عشان نبقى ربطنا كل الكلام ببعض. هنا بقى حصل ان بي نوت، هنا بقى بيحصل عندي كونفليكت، ان بي نوت عايزه رايت اكس، عايزه رايت الاكس اللي عندي في الميموري، وانا بي 1 عايزه رايت اكس اللي عندي في الميموري. اعتبروا يا جماعه ان الاكس دي قيمتها مختلفه عن الميموري عشان بس الاكزامبل هيمشي بنفس القيمه، فنعتبر ان هي فعلا قيمه مختلفه انا عايزه رايتها في الميموري. حصل الاثنين عايزوها في نفس الوقت، احنا قلنا ده ما ينفعش بيعمل بوتل نيك، فانا بكتب عندي على الباس ده رايت اكس ب 110 ورايت اكس ب 110، بكتب القيمتين. تمام، واجي هنا اروح عامله رايت مس قيمه 110، فهم نفس القيمه، يبقى اقول رايت مس وقيمه 110، مش هينفع لان انا عندي كونفليكت. فبيحصل عندي ايه؟ انفاليديت، انت عايزه وانت عايزه. فهو بيقول يعني الحل هنا ان انا بخلي واحده فيهم بس هي اللي ترايت في الميموري، والواحده دي بتكون ديرتي، وهما الاثنين بيكونوا انفاليد. خلاص نعتبر فعلا هي واحده بس، لان ما ينفعش عندي الاثنين يدخلوا، هعتبر واحده هي اللي تدخل. فالواحده دي هتكون ديرتي وقيمه الميموري هتكون انفاليد وهي انفاليد، والبروسيسور الثانيه كان عايز يكتب انفاليد، او البروسيسور الثانيه اللي كان عندها نفس القيمه تبقى انفاليد. بس هي ده الاكزامبل، هنمشي عليه سريعا برده عشان تربطوا النقط. الاكزامبل كله يا جماعه، انا بريد الاول واحده عايزه تريد اكس، انا عندي في الميموري الاول بتبقى قيمه ديرتي، بكتب على اللاين ريد اكس، عملت فعلا انا هقدر اريد لان هي كان عندها ديرتي، فبعمل ريد هيد، ده هريد مين؟ ال 110. تروح ال 110 للكاش، تكتب 110 وهكتب اكس، وهكتب انها الستيت بتاعتها بقت شيرد واللي في الميموري بقت شيرد، فبقول ان انا بنقل اللي بقت شيرد 110 اكس. تمام، اهو بعد ريد هيد بكتب القيمه اللي انا هنقلها 110، والستيت بتاعتها هتبقى شيرد وهتبقى دي قيمه الاكس. بعد كده انا عايزه بي نوت رايت في الاكس، عشان رايت في الاكس بعمل ايه؟ هخلي بقول اكت اول حاجه ان انا هرايت اكس في الباص اهو، هخلي الميموري، هعمل الميموري انفاليد، وهعمل الكاش هو خلاص ان انا برايت، فهتبقى القيمه عندي هي الديرتي وانت عندك انفاليد، وبكتب انفاليديت 110 وبكتب الرايت هيت. تمام، يبقى اول مره بكتب مس، اول لما اخلي دي ديرتي ودي انفاليد بكتب ان هي هات وخليت انفاليد للميموري. بعد كده بيقول بي 1 عايز يريد اللي جوه الميموري، طب ابقى اشوف الميموري شيرد اقدر اقراها، لكن هي مش شيرد، هي انفاليد ودي ديرتي، لازم الاثنين يكونوا شيرد. فهعمل ايه؟ هروح الاول اكتب ريد مس، ريد مس 110 ما قدرتش اقراها، وبعد كده هروح اقول هخلي الستيت دي شيرد 110 وهقول ان دي نيو اكس وهخليها شيرد برده هنا. بعد كده بروح هنا اقول خلاص اقرا اكس براحتك، اصلا هي بقت شيرد خلاص، فهيروح يحصل ايه؟ ريد هات لقيمه الاكس، واروح كاتبه هنا اس 110 اكس. بعد كده انا عندي الاثنين عايزين يرايتوا، هل انا ينفع رايت في الداتا بالاثنين؟ لا، هي واحده بس اللي هترايت، فهتروح فعلا ان هنا هكتب رايت مس، ان انا مش هقدر رايت 110، حصل مس بالنسبه يعني لواحده فيهم. وبعد كده هقول ان هي انفاليديت، انا هخلي 110 دي انفاليديت في الميموري، وهتبقى انفاليديت في واحده فيهم، واحده بس هي واحده بس بتبقى ديرتي، واي بروسيسور ثانيه بتشير الفاليو دي بتبقى انفاليد والميموري بتبقى انفاليد. تمام، ده كده الجزء بتاع اللي هو السنوبي هاردوير.
ان شاء الله تكونوا فهمتوه. هندخل بقى على الجزء اللي هو بتاع الدايركتري بيس سيستمز.